السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور بشير، المرة اللي فاتت اديتنا مقدمة كويسة جدا عن types of researches. الليلة حتكلمنا عن شنو؟ لو يا ريت لو عملت لنا summarization للحلقة الماضية بصورة سريعة، وتورينا الليلة حتورينا شنو بالضبط، وانت واعدنا بجانب عملي و practical في types of researches. اوكي، شكرا يا محمد. الليلة ان شاء الله ممكن نعمل brief summarization عن last session اللي عملناه الاسبوع اللي فات. فكان تكلمنا عن different types of research، وقلنا انه عندنا primary kind of research وعندنا secondary type of research، وطبعا اتفقنا انه primary ممكن يكون هو interventional وممكن يكون observational، وكان طبعا في انواع مختلفة منها، يعني في non-interventional observation طبعا كان عندنا case report، وكان عندنا cross-sectional والcase control والcohort study. جميل. اما الانترفنشنال يعني ما يكون عندنا انترفنشنال في الهيومن بين، تكون دائما تيرم اوف كلينيكال ترايلز، ممكن تكون راندمايز، ممكن تكون نون راندمايز، او ممكن نستخدم الانيمالز والتيشو، وهي بعدك بيجينا الان فيفو والان فيترو والاكس فيفو، او ممكن نستخدم الكمبيوتر بيز ريسيرش سميناها ان سيليكو. جميل. فدي كلها بتدينا برايمري تايب اوف داتا، عشان كده سميناها برايمري ريسيرش. جميل جميل. اما اذا الريسيرشر قام عمل سمرايزيشن لديفرنت تايبس اوف برايمري ريسيرش، فبنحب نسميها سكندري ريسيرش. فهنا الريسيرشر ما بيعمل زي ما قلنا شغل بنفسه، بس هو بيجمع الداتا من البرايمري ريسيرش وبيكتبها في شكل ورقه واحده، نحن بنسميها ريفيو. فممكن تكون ناريتيف ريفيو، ممكن تكون سيستميك ريفيو، ممكن تكون ميتا اناليسيس. ممتاز ممتاز جدا. من الحياة برضو اللي عرفتها منك اثناء مناقشتنا معك يا دكتور، وحتورينا الان انه احيانا بيكون في مسميات ثانيه للتايبس اوف ريسيرشز، وانت الان برضو حتورينا بعض الارتكلز فيها الانواع المختلفه ديت. فخلينا نشوف يا دكتور الاسماء الثانيه للتايبس اوف ريسيرش ارتكلز وهي ببلشت بتكون كيف، نتعرف عليها معك. طيب شكرا محمد. هو حقيقه زي ما ذكرت انه نحن في النهايه بنطلع من الديفرنت كايند اوف ريسيرش، بنطلع معلومات، بنطلع داتا. جميل. فالداتا دي شود بي ببلش، يعني ما الريسيرش لازم يكون ببلشبل عشان يكون ديسيمينيتد والناس تعرف انت اشتغلت في شنو. فعندنا different type of research paper publish. أول واحدة هو عندنا research paper، نحن طبعا بنسميها برضو original research paper، أو في ناس بسموها original articles، وفي بعض الجانب بسميها standard paper. كلها مسميات لنفس الشيء. نفس المسمى. جميل جميل. في نوع تاني من published articles نحن بنسميه short communication. short communication. Yes. ممكن تلقى في بعض الجيرنالز المختلفة التانية بيقول لك rapid communication، وفي بعض الجيرنالز بسميه brief communications، في ناس بسموه short reports or brief reports or micro articles or research notes. دي كلها تسميات بيسموها short communication، وهو بالمناسبة قريب جدا للresearch paper، لكن باختلاف انه بيكون في عدد الكلمات اقل وعدد التجارب برضو بتكون اقل. طبعا انت حتورينا الان في عملية امثلة عملية ان شاء الله حنشوفها بعد ما نعمل السرد العام للانواع المختلفة. اوكي نواصل دكتور. النوع الثالث من البيبرز اللي بتنشر بيسموه method papers، ومن اسمه يعني you discover a new method او a new technique. برضه في ناس بيسموها experimental paper، وفي مجلات متخصصة للنوع ده من البيبرز كبروتوكولز، يعني كبروتوكولز. يس. جميل جميل جميل. النوع الرابع طبعا هو ده السكندري تايب اوف ريسيرش اللي احنا بنسميها ريفيو بيبر، زي ما ذكرنا في السيشن اللي فات. ممكن تكون ناريتيف ريفيو، او في ناس بيسموها ليتريتشر ريفيو، التسميتين صحيحات. وزي ما ذكرنا ممكن تكون سيستميك ريفيو، وممكن تكون ميتا اناليسيس. دائما السيستميك ريفيو والميتا اناليسيس بيكونوا مع بعض، لانه اتفقنا ان دي كواليتاتيف ودي كوانتيتيف. فدائما السكندري تايب اوف ريسيرش بتتنشر في شكل بتاع ريفيو بيبر. جميل جميل جدا. النوع okay. الخامس، وده فيه انواع كثيره جدا ممكن نتعرض على جزء منها، بيسموه ديسكشن بيبر. من اسمه هنا البيبر زي نظام الديسكشن. فعندنا حاجه اسمها بيرسبكتيف بيبر، وعندنا هايبوثيسيس بيبر، برضه في ناس عندهم ثاني بيسموه اوبينيون بيبر، في الكومنتري، برضه في الكوريسبوندنس. وحنشوف امثله للحاجه دي كلها. تمام ممتاز. كلينيكال عندنا تو تايبس اوف بيبر، ممكن تكون اوبزرفيشن زي ما شفنا المره فاتت، واذا كانت كيس واحده بنسميها كيس ريبورت، هي كيس ستدي، او اذا كانت اكثر من كيس بنسميها كيس سيريس، بتنشر في الشكل ده. اما اذا عملنا انترفنشنال زي ما ذكرنا المره فاتت، فبتبقى اسمها كلينيكال ستدي، اللي هو بتكون كلينيكال ترايلز. يعني كلينيكال ستدي ممكن تكون اوبزرفيشنال از كيس ريبورت او از كيس سيريس، او ممكن تكون انترفنشنال باي كلينيكال ترايلز. جميل. في نوع مهم جدا من الاوراق اللي بتنشر بيسموه داتا بيبر، وهنا بننشر نحن بالمناسبه بريف رو داتا، وبيساعد في الببليكيشن، فبناس بيسموها داتا بيبر، وبناس بيسموها ريسورس بيبر، وبرضه في بعض الجانل مهتمه بالنوع ده من البيبرز. ممتاز. اللاست تايب، وممكن طبعا يكون في اذر تايبس، لكن السيشن بتاع اليوم هو البوك ريفيو. وهنا عاده نحن بنلجا انه يكون في كتيب اتنشر، وانت از اوثر عندك راي في الكتاب ده، ممكن يكون سبورتيف او ممكن تكريتيسايز يعني. فبتكتب في مقال صغير بيسموه بوك ريفيو، بتنشره بترسله في مجله،
اللي هو يمكن يكون security size، وطبعا ده دائما يكون زول متخصص في المجال المعين فبيسموها book review، يعني كنقد للحاجة اللي كتبت. yes, exactly. يعني إما positively مؤيدة أو إذا في بعض الأشياء تحسبيها negative points تعلق على بي comments. أوكي. طبعا comments with references أهم حاجة. جميل جميل. طيب المين kind of published articles موجودة في 9 أنواع دي إن شاء الله. طيب معناته الآن نجي للمرحلة ما بعد النظرة العامة ديت، نشوف الجانب البراكتيكال لأي نوع من الأنواع ديت في المجلات العلمية اللي موجودة على الإنترنت. نبدأ دكتورنا، حتبدأ لنا أول حاجة بشنو دكتور؟ نبدأ بأكثر نوع طبعا كومون، كلنا عارفين أكثر نوع بتاع published articles هو كومون، هو الأوريجينال ريسيرش أرتيكل، ودائما بتلقاها مكتوبة as a research article or major article أو زي ما قلت original research articles. وطبعا دي is clearly primary research of type. جميل. yes. فدي طبعا بتمشي بالconstruction المعروف جدا، بيكون عندك title بعد ذلك بتدي abstract، وممكن طبعا التفاصيل بتاعت الورق العلمي يكون في session مختلف. جميل. بعد ذلك بيكون طبعا في introduction عن topic. يعني ده واضح ده abstract. جميل. بيكون في introduction about the topic. جميل. بعد ذاك اكيد بيكون في ماتيريال اند ميثودز اور ميثودز بالتفاصيل بتاعتها. وطبعا بعد بتبتدي الميثود طلعت داتا فبتعرضها في شكل ريزلتس. تمام. اكزاكتلي. يس بتيجي كلها بعد الميثود ماتيريال ميثود بتيجي شكل ريزلتس. بعد الريزلتس لازم تعمل لها ديسكشن مع البريف ليتريتشر وتدي الامبورتنس بتاع الفايندنج بتاعتك، وبعدين بتحط الكونكلوجن بتاعك. جميل. وبعدك بتحط الريفرنسز، فدي احنا بنسميها برايمري ريسيرش ارتكلز. وطبعا يا محمد دي ذات بتختلف على حسب النوع بتاع الريسيرش ديزاين. فاذا كانت اشتغلت اكسبيرمنتال ورك الجايد لاين او التشيك ليست بتاعت كتابه المجله بتختلف اذا كانت هي كوهورت واذا كانت كيس كنترول. يعني فور اكزامبل عندنا اذا كانت كروس سكشن المعروف جدا عندنا الكروس الستروب جايد لاين فور رايتنج ذا كروس سكشنال استدي اوريجينال ريسيرش. طبعا برضه انت حتكلمنا عنها بالتفاصيل ان شاء الله في سيشن منفصل. اي اوكي تمام. فده مثال للبرايمري ريسيرش ارتكل. جميل. يعني احنا ممكن مركزين على الكورونا لانه الايام دي انت عارف البانديميك بتاعت الكورونا نتيجه الريسيرش كثيره فيها. جميل. فواضح من العنوان، ودائما دائما العنوان بتاع الاوريجينال ريسيرش بتلقاه طويل جدا لانه بيوضح المين جول بتاع الاستدي. ما شاء الله هنا اربع اسطر ما شاء الله. تمام ممتاز. تمام ممتاز. اذا دي هي الميجر ارتكل. يس اكزاكتلي. وطبعا عدد عدد الكلمات في الميجر ريسيرش ارتكل بتختلف من مجله لمجله، لكن هي دائما بتكون في الرينج بتاع 3000 ل 5000 كلمه. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نشوف نوع ثاني للكتاب. النوع الثاني طبعا بنمشي هو قريب جدا للاوريجينال ريسيرش ارتكل، لكن زي ما ذكرت قبلك هو بيكون بريف وبيكون عدد التجارب فيه اقل، لكن برضه اضافه بيكون عدد الكلمات فيه اقل. وطبعا الناس بتسميها شورت كوميونيكيشن او في ناس زي ما قلت بتسميها بريف كوميونيكيشن. يس. فدايما في ناس بترجع تستخدم الشورت كوميونيكيشن لانه اذا كان عندها بروجكت والبروجكت ده كبير عشان توصل للفاينل اوت كمز تيكس لونج تايم، فممكن يطلع جزء بسيط من الريسيرش وينشروه على شورت كوميونيكيشن. جميل. فهو بيمشي بنفس النهج، بيكون في انترودكشن، بيكون في ماتيريال اند ميثود، بيكون في ريزلتس. جميل. وبيكون بعدك في ديسكشن اند كونكلوجن. الاختلاف الرئيسي بيجي بينه وبين الاوريجينال ريسيرش ارتكل انه عدد الكلمات بيكون بسيط، يعني في البريف كوميونيكيشن بيقول لك والله لا ماكسيمم 3000 كلمه. وحتى عدد الفيجرز والتيبلز بيكون محدد، يعني في بعض المجالات بيقول لك ادينا بس ماكسيمم 3 فيجرز اور تيبلز. جميل. فده بيسموه شورت كوميونيكيشنز اللي هو هي similar idea of the original research article لكن بعدد كلمات أقل. at the same time بيكون بعدد شنو الفيجرز والريزلتس بتكون أقل. okay. وطبعا الناس مرات ترجع للحاجة دي لأنها بتكون مطالبة إنها تنشر جزء من الشغل بتاعها as quick as possible، فبتشيل جزء من الشغل تنشره as short communication. يعني بقولي خاصة طلاب الدكتوراه أثناء بحوث. exactly. لأنه يعني مرات حصلوا على بعض الريزلتس. yes. فمطالبة كريكويرمنت إنك تنشر يعني. جميل. وحتى يا محمد في مجلات متخصصة في نشر الكوميونيكيشن، يعني في مجلة معروفة جدا اسمها بايوكيميكال أند بايوفيزيكال ريسيرش كوميونيكيشن، انا شخصيا عندي فيها ورقه. جميل. سريعين جدا، حتى عندهم 4 ايشو بير مانث، عندهم 4 ايشو بير مانث. يس. فمن المجالات اللي بتنشر الشورت كوميونيكيشن بطريقه سريعه جدا بتهمنا جدا في مجال الفارماكولوجي وفي كل البايوميديكال ساينسز. ممتاز جدا. أوكي. ممتاز جدا. ممتاز. النوع الثالث ذكرناه قبلك اللي هو الميثود بيبر. وطبعا دي من اسمها ميثود بيبر انت بتنشر شنو؟ بتنشر نيو تكنيك. يعني في بعض المجالات متخصصه، يعني دي طبعا تبع ناس السفير ميثود اكس. يس. فلو لاحظت بيسموها ميثود ارتكل. ميثود ارتكل. اوكي. فدي عاده الريسيرشر او الاوثر بيكون حصل عمل ديسكفري نيو تكنيك وبينشرها كميثود ارتكل، طبعا بيعمل لها فاليديشن وبيثبتها وبتعداك بتبقى ليتر اون كطريقه مستخدمه في الريسيرشز يعني. جميل. بيسموها ميثود ارتكلز. طبعا ميثود ارتكلز في ناس تفننوا بيعملوها في شكل فيديو ارتكل. فيديو. يس جوف. يس. يس دي الناس متخصصين في نشر الفيديو ارتكل.
طيب ممكن نشوف لنا فيديو دكتورنا من exactly. يعني شوف مثلا ديل عملوا نيو تكنيك سموها evaluation of cell invasion and migration processes وهي فيديو ارتكل يس ناس جوب ديل طبعا هي مجله متخصصه في نشر الفيديو ارتكلز فاسي لو دخلت محمد طيب ممكن تشوفها نشوف الان باللينك اللي هو اليو ار ال اللي عندنا هنا الان خلينا نشوف دكتور فديل بيعملوا التكنيكس بيصوروها بعدك بينشروها في شكل بي دي اف وبيعرضوا بيعملوها في شكل فيديو واكثر ناس متخصصين في كمجله في النشر الحياه دي هي الجوف باقي له هو نفس العنوان بتاعنا في الكاس الريسيرش طيب خلينا نشوف مثلاً. فيديو مثلا ناخذ منه يعني ده بينشروا محمد البي دي اف وبينشروا الفيديو معه لو لاحظت في الفيديو بتوضح لك الستبس بتاعه التجربه يعني مثلا التايتل وات دي دو ان ايفن التفاصيل حتى ايفن هاو you take the result and interpret it and then the conclusion for this. هل هو فري يا دكتورنا؟ يعني لا والله يا احمد هو الجوف از نوت فري لكن متاح لبعض المؤسسات التعليميه طبعا معظم الجامعات عامله سبسكريبشن فيها وبتنزل لهم فري يعني طيب ممكن نشوف لنا كم ثانيه دكتور؟ ممكن نشوف كم ثانيه طيب اوكي فدي مثلا تجربه عن the evaluation of cell invasion and migration processes. The overall goal of this experiment is to report and compare the two assays used to study cell invasion and migration, the Boyden chamber assay and an optimized in vitro video فهي دي برضو بتتبع تبع الميثود ارتكل يعني احنا قلنا عندنا الحد اسي شفنا الاوريجين ريسيرش ارتكل شفنا الشورت كوميونيكيشن شفنا الميثود ارتكلز ممكن تكون تيرم اوف فيديو ارتكل تمام okay. ممتاز جدا وطبعا ده كلهم برايمري تايب اوف ريسيرش عندنا طبعا النوع الرابع هو الريفيوز احنا اتفقنا ان السكندري ريسيرش ممكن تكون ناريتيف ريفيو او في ناس بيسموها ليترشر ريفيو اللي هي قلنا دي هي السرد يعني السرد يعني فورج يس اللي هو السرد فبتكون هي ناريتيفلي وممكن تكون سيستميك ريفيو وممكن تكون ميتا اناليسيس فبس دي سيستميك ريفيو فور ذا كوفيد 19 ان تشيلدرن شو مايدر كيس اند بيتر بروجنوسيس ذان ادلتس ودي عباره عن سيستميك ريفيو هنتكلم عن السيستميك ريفيو محمد في في سيشن منفصل ان شاء الله جميل جدا ان شاء الله فهنخش في النوع الرابع محمد اللي هو يعني بالسكندري ريسيرش وزي ما اتفقنا هي الريفيو ممكن تكون هي ناريتيف ريفيو يعني زي المثال اللي قدامنا ده اللي هو ناريتيف يعني شنو دكتور ناريتيف اللي هو السرد يعني ريفيو هي طبعا زي ما قلت لك المره اللي فاتت تكون هي برود ما محدد بجايد لاين معينه ما عندك كونكلوجن كريتيريا بتدخل المجلات على حسب الحاجه المطلوبه ما زي في السيستميك ريفيو بتكون سبيسيفيك بانكلوجن اكسكلوجن كريتيريا معينه بفلتر معين لكن باقي لي هنا يكون عندك توجه تجاه ريزلتس معين او ميول معين في اريا معينه بتبحث عنها بتنزل فيها الداتا يس اوكي دي بيسميها ريفيو في ناس بيسموها ناريتيف ريفيو في ناس بيسموها ليترشر ريفيو فمثال ليها الورق اللي قدامنا دي اللي هو دراج ريبربوسينج ابروتش تو فايت كوفيد 19 والكتاب بتاعتها بتاع محمد بتكون زي الكتاب يعني بيكون فيها ابستراكت بيشرح البريفيو في شنو بيكون في انترودكشن بعدك بيكون في سب تايتلز على حسب التقسيم اللي بيعملوه الاوثر فهنا ما بيكون في انترودكشن ولا بيكون في ميثودولوجي ولا بيكون في ريزلت ولا في ديسكشن عاده بيكون في الابستراكت وبيكون في بريف انترودكشن بعدك في التكس بتاع الريفيو بعدين بيكون في كونكلوجن ان برسبكتيف وات الحاجه طلعت بقى من الريفيو فدي احنا بنسميها الناريتيف ريفيو وهي من الاوراق اللي ممكن الناس تقدر تكتبها لو عندها خبره في مجال معين ممكن تكتب عنها ممتاز اما اذا كان سيستمايزد فبتبقى هي سيستميك ريفيو وزي ما ذكرت في السيستميك ريفيو نحن بنمشي بالطريقه بتاعه اختيار البيبر بطريقه معينه فيها انكلوجن اكسكلوجن كريتيريا فيها فلتر اللي هو معروف بتاع البيكوس او السبايدر وادين بتشنو بيتصل لنتائج معينه هي بتحللها وبتصل فيها فهنا في السيستميك ريفيو بتلقى انه ستيل عندك ميثودز ما زي هنا وعندك ريزلتس جميل تعالي يعني لو شفت السيستميك ريفيو زي ما ذكرت لك انه بتلقى في تفاصيل في الميثود مو موجوده في الناريتيف ريفيو واكيد بعد ذاك بتصل للبيبرز المعينه وبتحددك بتحللها بالريزلتس يس وبعد ذاك بتعمل لها ديسكشن وتعمل يعني هي في الاستراكشر بتاعك بتشبه البرايمري ريسيرش ارتكل لكن هي السكندري لانه هنا الريسيرشر ما بيشتغل بنفسه الريسيرشر بيرجع للداتابيس بطريقه معينه بيشيل بعض البيبرز بعد ذاك بيلخصها في ورقه اسمها سيستميك ريفيو وطبعا دي كواليتاتيف زي ما ذكرنا المره فاتت يا محمد اما اذا عملت لها كوانتيفيكيشن بتبقى هي شنو تبقى ميتا اناليسيس اكزاكتلي طب دكتور بالفهم ديت يعني مثلا في السيستماتيك ريفيو انا بفهم ما دام هي داتا بتتجمع من الليتريتشر ات كان بي ابديتد لانه هي الداتا نفسها مع الزمن يس اكزاكتلي عشان كده ما يمنع يا محمد انه حتى لو دخلت الليتريتشر لقيت في زول نشر سيستماتيك ريفيو مثلا قبل 5 6 سنه وانت بدك تشتغل في نفس التوبيك يو كان دو ات يس لانه تعمل ابديشن يس اكزاكتلي ما في مشكله جميل. ففي الميتا اناليسيس زي ما قلت احمد في كوانتيفيكيشن بتستخدم زي ما قلت المره اللي فاتت الهول فورست بلوت بعد ما تعمل البريزما
فبديك بعد ذاك الفورس بلوت. طبعا البريزما برضه هنتكلم عنها بالتفاصيل، احنا الان بندي خطوط عريضه. يس، فبيجينا الفورس بلوت اللي هو بيجيب لنا في النهايه الاوفر اول او السمري بوينت اللي بتوضح لنا انه على العلاقه اللي نقدر نعملها استدي. ممتاز. فدي فائده الميتا اناليسيس اللي هو كوانتيفيكيشن للحاجه الجمعتها. جميل جدا، جميل جدا. طيب ده النوع الرابع اللي هو بيعني بالسكندري ريسيرش. بنرجع تاني للبرايمري ريسيرش اللي هو ديسكشن، نحن بنسميها ديسكشن بيبر. أوكي. وفيها ديفرنت اكزامبل. فاول واحده منها اللي هي الليتر تو اديتر. الليتر تو اديتر، يس. ودائما الليتر تو اديتر بيكون مختصره جدا، يعني بيكون في واحد من الاوثر شاف حاجه معينه بيرسلها للاديتر في شكل ليتر، بيسموها ليتر تو اديتر. وفي ناس طبعا ممكن برضه يسموها كومنت، راح نشوف الكلام ده بالتفاصيل. طبعا ده هو الليتر، هو المحرر بتاع المجله. yes. وطبعا ده برضه حيكون برضه اريا لانها حيكون فيها كلام كثير ان شاء الله. ممتاز. فمثلا يعني الاوثر ده شاف الريكومنديشن بتاع الدكسوميساسون، هو عنده فيها راي زي ما قال ذا دارك سايد اوف دكسوميساسون فور تريتمنت اوف كوفيد 19. جميل. وذكر الحاجه دي فيري بريف، دائما بتكون عدد كلمات فيها مختصر، ممكن تكون اقل من 1000 كلمه. حتى عدد الريفرنس في ليتر تو اديتر ما بيكون عدد كبير، عاده بيكون في الرينج بتاع 10 او مرات بيكون اقل من 10 يعني. هل عندي صفحه يا دكتور؟ عندي صفحه واحده والصفحه الثانيه هي عباره عن ريفرنسز. يس اكزاكتلي. فالناس ممكن برضو اذا كان عندك بوينت معينه ممكن تكتبها از ليتر تو اديتر يعني. ممتاز، ممتاز. طبعا الحاجه دي برضو يا محمد ممكن تكون في شكل اديتوريال كومنت، وممكن برضو تكون في شكل كورسبوندنس. دي كلها تايب اوف ديسكشن بيبرز. يعني في الكورسبوندنس يعني انت ممكن لو عندك حاجه، يعني دي اخونا دكتور محمد بدوي شغال في حاجه اسمها الاورجانويد هيومن اير واي سيلز 3 دي ستراكشر، فاخذت انه من الفرضيه بتاعته انه ممكن تستخدم في الـ في الـ في الـ في الـ في الاستدي بتاع الباثوجينيسيس اوف كوفيد 19. ما اشتغل حاجه فرضيه، لكن هو ما فرضيه مع حاجه مثلا انترفينشن، فرسلها اس كورسبوندنس واتقبلت في واحده من المجلات الكبيره اللي اتقبلت في لانست، يعني واحده من المجلات الكبيره اللي الفاكتور بتاعها اكثر من 23. الكورسبوندنس برضو ممكن يا محمد اثناء انت شغال في بتقرا ورقه لقيت في كومنت في الورقه المعينه دي، لقيت في التجربه كده، ممكن ترسل للاديتر اس كورسبوندنس لورقه قبل كده منشوره، ورقه قبل كده منشوره. يعني انا قريت ورقه علميه حسيت انه والله في نقطه معينه مثلا. yes. انا عندي على كومنت او تجربه انا كررتها لكن ما جاتني نفس النتائج، انا ممكن اراسلهم ككورسبوندنس. ككورسبوندنس بترسل الاديتور بتاع المجله المعينه از كورسبوندنس، بتوضح فيها الكونفليكت بتاعك، وهو بعد ذاك الناس اللي نشرت الورقه دي من حقهم برضو يردوا على الحاجه دي. فدي كلها انواع بتاعت تسموها ديسكشن بيبر. ديسكشن بيبر، فدي برضو الناس ممكن في المجال المعين تنشره. طبعا برضو في الاوبينيون، يعني لو جاتك حاجه ممكن تنشرها از اوبينيون. جميل. أوكي. جميل جدا. النوع اللي بعديه هو طبعا ده كلينيكال. نحن قلنا عندنا كلينيكال ستدي، ممكن تكون كلينيكال ستدي اوبزرفيشنال وممكن تكون انترفينشنال. ممتاز. فالاوبزرفيشنال عندنا اهم واحده فيها هي كيس ريبورت، وطبعا ده المعني بيها اكثر حاجه الناس الاطباء وطب الاسنان وكده بيجيهم حالات نادره وبنشروها از كيس ريبورت، اذا كانت اكثر من حاله واحده بيسموها كيس سيريس. ففور اكزامبل ديل جاتهم حاله بتاعت اورال مانيفيستيشن في ناس اسيمبتوماتيك وذ كوفيد 19، عملوها في شكل كيس ريبورت. عاده بتشرح الكيس هي شنو، ودائما بيكون معاها صور، طبعا هي بتاخذ الايثيكال بيرميشن من الناس ديل وبتنشرها، بتعمل فيها حبه ديسكشن وبتنتشر اس كيس ريبورت. برضه سبع عدد كلماتها برضه اقل، بيكون بسيط. نعم. طبعا هي اكثر حاجه بالجورال اطباء، ومع انه الكيس ريبورت ممكن حتى ناس مجال الاقتصاد مجال الهندسه بيلجؤوا لها، يعني حاله نادره بتظهر فتنتشر اس كيس ريبورت. اوكي جميل ممتاز. اما اذا كان في انترفينشنال فبنلجا لحاجه اسمها الكلينيكال ستدي او الكلينيكال ترايل. وطبعا الكلينيكال ترايل يا محمد لازم طبعا عشان تعمل كلينيكال ترايل لازم تسجلها في داتابيس معنيه بالكلينيكال ترايل. فور اكزامبل عندنا clinicaltrial.gov دي مهمه جدا، اللي هي منظمه امريكيه لازم تسجل قبل ما نبدا التجربه نفسها. ايفن قبل ما تبدا، حتى انت لو بديت لازم تسجل، لانه لو ما سجلت ما بتقدر تنشر النوع ده من الداتا بالذات في المجلات الكبيره المحترمه. فدي بسموها كلينيكال ترايلز، وممكن تكون طبعا زي ما ذكرنا الوفات راندومايزد، وممكن انها تكون راندومايزد، لكن لازم تسجلها ويكون عندها اي دي نمبر. حتى ناس الدبليو اتش او عندهم بلاتفورم معين بتاع كلينيكال ترايل ممكن تسجل فيه، وناس سبرينجر نيتشر از ببلشنج جروب عندهم برضه داتا بيس ممكن تسجل فيها الكلينيكال ترايلز. ممتاز. فده برضه نوع من الانواع البيبرز اللي ممكن تتنشر، نحن بنسميها كلينيكال ترايل او في ناس بيسموها كلينيكال ستدي. جميل. عندنا نوع ثاني بسموه داتا ارتكل، وطبعا في مجلات متخصصه في نشر الداتا ارتكل، وطبعا دي هي داتا بتدعم الهايبوثيسيس بتاعتك في ريسيرش معينه. يعني فور اكزامبل دي نشروا الداتا ارتكل عن الاندر جراديويت ستودنت في اندونيسيا، في اندونيسيا ولاحظت هي داتا، يعني هي حتى لو دخلت يا محمد في البيبر بتلقاها عباره كلها عن شنو، ارقام بيشرحوا فيها في الابستراكت بسيط، بعد ذاك بيرفعوا الداتا تسبورت ممكن يكون الدراسه قبل كده عملوها على قياس النولج
للأندرجراد ستودنت أباوت ذا كوفيد 19. فلو لاحظت بيتلف الامبورتنس بتاع الداتا وبيعملوا داتا ديسكريبشن ولاحظت كلها عباره عن تيبلز يعني تبي يسموها داتا داتا ارتكل داتا ارتكل وفي ناس بيسموها داتا سيت ارتكل. وفي بعض الجين الحمد متخصصه في الحته دي زي ما حمد في داتا في بعض الجين المتخصصه في نشر الداتا في بعض الجين المتخصصه في نشر سوفت ويرز بالمناسبه يس يعني ناس السفير ده عندهم برضو ذكرتني داتا امبريف عندهم واحد في مجله منشوره متخصصه في نشر السوفت ويرز يعني انت بتعمل سوفت وير وتثبيته تنشره لو انا متذكر مازال اسم مش لكن برضه اسمها تقريبا سوفت وير ان بريف اور سمثينج لايك ذات. اللاست تايب اللي هو البوك ريفيو جيبك ذكرت الحته دي انه بعض الناس بينشروا بعض الكتب بتكون جديده في واحد بيكون اكسبرتيز في المجال بيقرا الكتاب بعدك ممكن يضيف سبورت او ممكن تكريتيسايز زي ما ذكرت محمد جبالك نيجاتيفلي اور بوزيتيفلي فبينشره بشكل حي اسمها بوك ريفيو وبيحط مع بعض الريفرنس ان هي بتدعم النظريه بتاعته اذا كانت مع اوديت فده برضو تكون مختصرة يعني ممكن تكون صفحة ونص صفحتين مع الريفرنس بتاعها عملية نقد يعني عملية نقدية يعني فتقريبا محمد دي كل الأنواع بتاعة البيبر احنا نتكلم عن 9 أنواع يعني برايمري ريسيرش ارتكل عندنا اللي هو اوريجينال ريسيرش ارتكل عندنا الشورت كوميونيكيشن بتكون مختصرة حبة عندنا الديسكشن بيبرز بأنواع المختلفة عندنا بعد ذلك طبعا السكندري ارتكلز اللي هو سكندري ريسيرش ارتكلز اللي هو الريفيو سواء ناريتيفلي سواء سيستميك ريفيو سواء ميتا اناليسيس بالإضافة عندنا الميثودولوجي ممكن تنشره براها الداتا ممكن تنشره براها جميل. بالإضافة طبعا عندنا اللي هو البوك ريفيو وعندنا الكلينيكال استادي ممكن تكون كيس ريبورت أو كيس سيريس أو ممكن تكون كلينيكال ترايل. طبعا عندي حياتي بريف يا محمد ممكن لقدام نتكلم عن حياتي بتفاصيل أكثر إن شاء الله. دكتورنا ربنا يجزيك خير كثير جدا فمعلومات صراحة قيمة وإن شاء الله إحنا موعودين بيعني حلقات قادمة في موضوع الريسيرش بصورة جنرال وفي مواضيع تانية احنا كل مرة لما ندخل في موضوع نقول ان شاء الله مرة جاية حنتكلم عنها بصورة اكتر تفصيل فتابعونا ان شاء الله في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.